to this, is it? طيب حكيت بخصوص الادرس بايندينج، حكيت انت عندك في البرمجه ممكن انه تيجي تقول تقول انا عندي انت مين وتحكي هنا تحكي هنا انا بدي اعرف انتجر اكس بتساوي 10 وهنا انتجر واي بتساوي 20. لقيت هدول انت فاريبلز عرفتهم عندك بالكود. لقيت بدنا نحجز عناوين للفاريبلز هذه، شو العناوين اللي يفترض انه هي تنحجز للفاريبل هذه لما يتم تحميل البرنامج في الذاكره؟ ممكن نقول انه احنا بدنا نحطه في ادرس زيرو، ريح راسك، بس الادرس زيرو عاده بيكون مخزن في نظام التشغيل. طيب ممكن نختار ادرس بعد الزيرو، نحط مثلا 100 300 1000، بس هل انت بتضمن انه هذا الادرس يكون كل مره انت بتشغل فيه برنامج انه فاضي؟ لا. فبدنا نستخدم حاجه اسمها هنا ريلوكيتبل ادرس. ايش هو الريلوكيتبل ادرس؟ بتروح انت في الكومبايل تايم هنا بتروح بتحدد انه والله هذا الادرس تبعه relocatable address انه 14. ايش معنات 14؟ معنى ذلك انه بعد 14 بايت من بدايه البرنامج بتلاقي انت عندك الفاريبل اكس والسايز تبعه 4 بايت. تمام؟ وبتيجي هنا نفس الكلام انه راح يكون في عندي ريلوكيتبل ادرس وبنقول هنا 18 للواي. معنى ذلك انه من بدايه البرنامج بتروح بتعمل اوفست يعني ازاحه ل 14 18 بايت بتلاقي الفاريبل واي. اذا 18 بعد 14 بعد الصفر. وال 18 برضه بعد الصفر. بعد بداية البرنامج. طيب هو بعد بداية البرنامج عفوا، بداية البرنامج. طيب هو بداية البرنامج 14 حاجز للإكس. لا. ما أنت في عندك هنا بروسيجر وبدك تعريفات وشغلات زي هيك، وأنت في عندك تكست سيجمنت وكود سيجمنت، هذه حجزت. أخذت وسع. تمام؟ أول ما أنت إجيت عرفت الفاريبل إكس بيكون إنه أنت عندك من بداية البرنامج بتعمل اوفست ل 14 بايت بتلاقي هناك الاكس. هي في البايت 14. نعم. ولا في البايت. نعم. تمام؟ فهذا العملية هذه بنسميها بايندينج للادرس. البايندينج يعني ربط. طيب، حكيت احنا حكينا انه 14 من بداية ديس موديول. هو في العادة انه احنا لما ذكرنا البروسيس فاكرين لما حكينا انه هاي انه اللوكال فاريبل بتتخزن في الستاك والبروسيجر، فبالتالي حتكون من بداية الستاك، عشان هيك انه حكى لك هنا من بداية الموديول. تمام؟ فبالتالي انت بدك تحصل على الادرس الابسوليوت ادرس الكامل لهاي. ايش راح يكون؟ راح يكون عبارة عن 7 4 0 14. فبالتالي بداية الادرس انا عندي راح يكون هو عبارة عن 7 4 0 0. تمام؟ هذا الادرس بداية الموديول beginning of module تمام. وبالتالي عندي الـ absolute address ايش بيساوي؟ 14 زائد هاي الفاليو. بيطلع انا عندي القيمة 4 7 4 0 1 4. ايه طلبت هذا العنوان يعني؟
لا لا لا، هو انا لما حملت نظام التشغيل اعطاني عنوان هذا، مش حكينا انه انا عندي لما اشغل البروسيس فينا عندي البيس والليمت. البيس هو بدايه العمليه، قال لي نظام التشغيل هذا المكان انت عندك فاضي، بيبدا من هذا المكان وهي الليمت تبعك بهذا الشكل. فهذا انا اخذته من البدايه، بدك اي عنوان داخلي عشان ما تاخذش العنوان كامل، بتقول انا عندي اوفست 14 من بدايه هاي السيجمنت، او اوفست 18 من بدايه هاي السيجمنت. فبالتالي بيصير انت عندك العنوان داخل العمليه اسهل. بس دول المثال يعني 7410 واحد مثال يعني هذا مثال يعني إيه؟ عشان تتخيل الموضوع، افترض انه بدايه البروسيس عند الادرس هذا. طيب هل قلتها مش لما نعمل في السي مش هي المين فانكشن، طب هل قلتها كل البيانات معناتها تخزن في السي؟ لا، هي هو المين يعني هتشتغل حنكتب فيها على بيزات يعني. احنا حكينا انه انت البرنامج يعني يقسم عندك لادرس وستاك والهيب والديتا سيجمنت، تمام؟ الديتا سيجمنت انه يعرف فيه الجلوبال فاريبل، الستاك يعرف فيه اللوكال فاريبل بالاضافه للبروسيجر، اما التكست سيجمنت يعرف فيه التعليمات اللي هي تعليمة اد سبستراكت موف، كل هاي التعليمات اللي بتكون موجوده هناك. في معلومه دائما ناخذها ان البروسيجر يعني الاشياء الخاصه بال الفانكشن هتخزن في الستاك. طب ما هي هتكون كبيرة، هل المين فانكشن الخاصة في المين هتكون كبيرة كلها بالستاك بتكون؟ حتى لو فانكشن تانية، افترض انه انت بتستدعي فانكشن تانية والفانكشن هذه فيها 200 سطر، هتضع الستاك ثانية فانكشن تانية ولا في نفس الستاك؟ نفس الستاك. مش حكينا انت لما يكون في عندك استدعاء بيصير في بوش، لما بدك ترجع بيصير بوب. طيب هل قلت هذه العملية عملية البايندينج؟ حكينا انه بتتم في ثلاث مراحل مختلفة، يعني يا اما هذه او هذه او هذه، مش انه بتصير في الثلاثة سواء، يا اما في الكومبايل تايم، يا اما في اللود تايم، يا اما في الاكسكيوت تايم. هجد لو كان في الكومبايل تايم معنى ذلك انه انت بدك تكتب الابسوليوت ادرس في الكود. تخيل انه انت تكتب لو ليفل اسمبلي بتقول له موف اي اكس على الادرس وبدك تعطي له الابسوليوت ادرس. فجيت الادرس هذا اذا تغير كل مره بدك تروح تغيره في الكود وتعمل ريكومبايل للكود. لو كتبته ممكن يكون الادرس هذا محذوف. بالضبط بالضبط، في بعض الشغلات اللو ليفل تضطر انه انت تكتب فيها الادرس بشكل مباشر، تمام؟ فهذا البايندينج بنسميه في الكومبايل تايم. ايش معنى ذلك؟ انه انت بتكتب الابسوليوت ادرس كاملا في الكود هارد كودد. اما في اللود تايم بروح نعمل حاجة اسمها الريلوكيتبل ادرس زي المثال اللي شفناه في السلايدز اللي هاي. عدل البداية بس بعد. أما في الاكسكيوت تايم بتم تأجيل البايندينج لغاية لما يتم تنفيذ البرنامج، فبالتالي أنت بتحجز الذاكرة هذه بشكل دايناميك أو بتحجز العناوين هذه بشكل دايناميك. تأجل لغاية تنفيذ البرنامج. بالضبط. كيف؟ بالضبط. تمام، وبالتالي البايند للأدرس بتم تأجيله لغاية الإكسكيوشن تايم. كل مرة أنت بتقول له لو سمحت احجز لي هذا الذاكرة ذاكرة في الهيب، بروح بقول لك هاي الادرس تبعه، برجع لك الادرس وقتها كسيستم كول، تمام؟ فهاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة. يبقى كملخص، الطريقة الأولى تكتب الادرس عندك في الكود، الطريقة الثانية بتم التعامل مع حاجة اسمها relocatable address عبارة عن offset إزاحة من بداية الكود، وبتم تحديد الابسوليوت ادرس ان انت يعني بتجمع البداية مع الاوفست.
الثالث انه بيتم تاجيل البايندينج لغايه لما يتم تنفيذ البرنامج اكسكيوت للبرنامج. تمام، هاي المراحل انه زي ما شفتم يعني موضحه هنا عندي في الكومبايل تايم او في اللود تايم او في الاكسكيوت تايم. طيب نيجي لمفهوم اللوجيكال والفيزيكال ادرس. فيزيكال ادرس العنوان الفعلي انا عندي في الذاكره، يبقى الادرس كما يرى بالميموري يونت، هذا اللي انا بشوفه بالضبط. اما اللوجيكال ادرس اللي بيعمل له جنريتد باي سي بي يو، تمام، وله اسم ثاني اللي هو فيرتشوال ادرس. يبقى انا في المايكرو بروسيسور لا شو هو؟ مايكرو بروسيسور. فأنا عندي Physical Address Space وعندي Logical Address Space، تمام؟ يبقى Logical Address Space هو كل العناوين Logical اللي بتم توليدها من قبل البرنامج. أنا كبرنامج بعرفش إيش Physical Address فعلياً، لما أجي أنا أقول له Move AX BX أو مثلاً Move AX Variable Y، انا بعرفش الادرس تبعه، بعرفش الادرس الفيزيكال تبعه، بتعامل مع اللوجيكال ادرس بيتم توليده من قبل البرنامج. اما الفيزيكال ادرس هو كل مجموع الفيزيكال ادرس اللي بيتم توليدها من قبل البرنامج. وفي انا عندي مابينج، مابينج يعني هي نفس الفكره نفس الاشي، بس هذه انه لوجيكال ادرسز وهنا فيزيكال ادرسز بالضبط. فعندي هنا هاي السي بي يو بعمل لي جنريت للوجيكال ادرس، في عندي وحده اسمها ام ام يو ميموري مانجمنت يونت، تمام، بتروح تعمل لي جنريت للفيزيكال ادرس. شو بتعمل ببساطه؟ انه هذه عباره عن الاوفست، تمام، بتروح بتجمعها مع الريلوكيشن ريجستر، فبيطلع انا عندي الادرس كامل زي هيك. انه لكل عمليه بيكون في لها ريلوكيشن ريجستر خاص فيها، تمام، فبتكون انه بدايه الادرس تبع العمليه هذه بشكل فيزيكال، تمام. فهذه مش شرط انه نهايه العمليه اللي قبلها، لانه ممكن يكون فاضي قبلي، فنظام التشغيل حط لي ادرس سبيس زي هيك بدايه ونهايه. فهي 14000 جمعنا عليه 346 طلع لي 14346 بالميموري يونت، تمام. طيب يبقى الميموري مانجمنت يونت هي عبارة عن وحدة هاردوير، وحده موجوده في الهاردوير. ايش بتعمل لي؟ ماب من فيرتشوال لفيزيكال او من لوجيكال لفيزيكال. ماب يعني دمج ولا تحويل؟ ماب تحويل، تحويل. طيب ما اخذناها اكثر من مره يعني. المابينج فانكشن بتصور انه مرت عليكم في الرياضيات في مرحله ما في المدرسه. كيف؟ لا مش خريطة. تعمل من اللوجيكال للفيزيكال؟ نعم. زي ايش بالرياضيات؟ دالة انت عندك بيكون انه هنا مجموعه من النقاط او مجموعه من الارقام زي هيك، تمام، بيصير لهم مابينج هنا لنقاط ثانيه مختلفه زي هيك. كيف؟
من خلال فانكشن ممكن يكون الاقتران مش عارف ما بن ما بنفصل انه قيمه الاكس وقيمه الواي بالضبط انه انت بتعوض في هذه بتروح بتطلع لك قيمه هذه بالضبط طيب يبقى هنا البيس ريجستر برضو له اسم ثاني بنسميه ريلوكيشن ريجستر ايش بيحتوي على على عنوان البداية حاجة في نظام الدوس في انتل 80x86 في اربع ريلوكيشن ريجستر طبعا الانظمة الاحدث في فيها ريلوكيشن ريجسترز اكتر من هيك بكتير هذا كلام احنا اوريدي ذكرناه كل ما ريجستر لكل برنامج انه ما انت بتبدل بين البرامج فلقيت انت لما تعمل لود للبي سي بي من ضمن الريجسترز اللي بتعملها لود اللي هو الريلوكيشن ريجستر او البيس ريجستر لكن انت عشان عندك في المعالج في 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 الكمبيوتر سيستم عشان تسرع العمليه هذه فممكن يكون في عندك اربع ريلوكيشن ريجستر لقيت انت لو زودتها بصير في عندك السيف واللود للبي سي بي اسرع خاصه لو كان في عندك مالتي كور سيستم Multiple CPUs. طيب هجد مفهوم الدايناميك ريلوكيشن دايناميك معنى ذلك انه الروتين ما بيتم تحميله الا اذا تم استدعاءه طيب تحميله وتم تحميله ايش الادرس تبعه نفس النظام الميموري مانجمنت يونت بتعمل له مابينج من لوجيكال لفيزيكال ادرس كلمه روتين روتين يعني بروسيجر لا إنه الروتين ما بيتم تحميله إلا إذا تم استدعاءه ليش أنت تحمله أنت عندك عدد اسمه Dynamic Relocation ليش أنت تحمله وأنت ممكن ما تحتاجوش إذا استدعيته ساعتها إنه بتحمل فبالتالي الروتين هذا الكلام طبعا لاستغلال الذاكرة بشكل أفضل والروتينز بتكون مخزنة على الديسك في relocatable load format انه الادرس تبعها بيكون relocatable فانه اول ما تحملها على طول تتحمل على الادرس تبعها بشكل مباشر الروتين وين بتكون مخزنه على الديسك تمام ايش الادرس تبعها relocatable load format معنى ذلك انه الفورمات تبع البروسيجر او الروتين هذا بيكون relocatable معناه انه بيتم تحميله في العنوان المباشر بشكل او العنوان ال الكورسبوندينج بشكل مباشر هذا الكلام انت بتلمسه في كثير انت عندك من التطبيقات او البرامج بعض الروتين انت بتستخدمهاش بالمره او نادر لما انت تستخدمها فعشان هيك انه بيتم تاجيل تحميلها لغايه ما يتم استدعائها نعم دايناميك لينكينج في عندي نوعين من اللينكينج في عندي ستاتيك لينكينج ايش معنى هذا الكلام انه كل المكتبات كل البروجرام كور بيصير لهم كومباين في باينري بروجرام ايمج الاي اكس اي بيحتوي على كل المكتبات وكل الكود لا في لينكس برضه في دايناميك يعني نقول شائع في حقيقة المشكلة تبعت هذا انه انت عندك الاكسكيوتبل حيكون حجمه كتير كبير بالاضافة انه كل الروتينز هذه انه اذا انت شغلتها لازم انه يتم تحميلها في الذاكرة لكن في المقابل في انا عندي وضع انه انت ممكن تستخدم الدايناميك لينكينج بالضبط وهذه الشغلة انه مثال عليها الدي ال ال انت عندك في الويندوز اللي هو رانتايم عشان دي بس كل برنامج فيه معالج تستخدم بيزا معينه
بس عادة هذه انه بتكون الران تايم مرفقة مع البرنامج، لكن الـ DLL بيستخدمها اصلا من نظام التشغيل، فانت بيكون عندك في سلاش زي السنابلو في الشرط من في مكتب مثلا بيستخدم سنابلو في الهاي بيكون مرفقة بتنزلها من البيت مثلا ممكن بس اللي انا بدي اقوله هنا انت عندك في الويندوز في عندك ملف في السي سي ويندوز سيستم هذه كلها ملفات دي ال اللي انت عندك موجوده نعم الجديد مهمة إذا مخلوقة من حواسي الجديد نعم كل ده كل ده أنا شو يعني تمام إيش الشرط لهذا هذه مكتبة مشتركة معنى ذلك أنه DLL هذا بتم استخدامها من قبل أكثر من برنامج إذا مثلا عندك برنامج الأوفيس بيستخدم DLL هذه بالإضافة لبرنامج مثلا هذا الكامتاجيا اللي أنت بتستخدمه في التسجيل أو السناجت برضو بيستخدم هذه المكتبة فهي شيرد بس أحيانا بتصير في عندك مشكلة أنه في إصدارات في DLL هذه فأنت مثلاً بدك تستخدم تنزل تطبيق بيقول لك إنه DLL فيرجن مش مطابقة أو الملف هذا مش موجود خاصة في برامج القديمة إنه اللي بطل فيها إلها أبديت وأنت محتاج إنه أنت تشغلها ففيرجن DLL بتكون مش متوافقة بتقدرش تشغل البرنامج لو كانت إنه معمولها لينكينج بشكل استاتيك بتريح راسك لكن إنه طالما إنه دايناميك بيصير في عندك مشكلة عشان هيك عندك في في الويندوز في عندك مشكلة يمكن انت لمستوها لما انت تنتقل من نسخة لنسخة تانية انه بقول لك هذا متوافق مع ويندوز 7 مش متوافق مع ويندوز 8 او ويندوز 10 بسبب هاي الشغلة اللي هي الفيرجنز تبع المكتبات طيب السوابينج كذلك من المفاهيم الأساسية أنا عندي في إدارة الذاكرة السواب عبارة عن ذاكرة مؤقتة وين بتكون موجودة بتكون موجودة أنا عندي على الباكينج ستور باكينج ستور معناها الديسك بالضبط فبالتالي الفيزيكال ميموري سبيس ممكن انه احنا نوسعه باستخدام الفيرتشوال ميموري او باستخدام السوابينج الحاجه القديمه الفيزيكال باسات نعم هل الباكينج ستور كتعريف انه هو عباره عن فاست ديسك لارج انف تو اكوموديت كوبيز انه هو عباره عن جزء من الديسك تم عمل اوبتمايزيشن من قبل نظام التشغيل انه يكون الاكسس له بشكل سريع عشان هيك انت بتلاقيه في لينكس لما انت تيجي تنزل بتلاقي انه راح حط لك بارتيشن لحاله للسواب طبعا في الويندوز انت ما بتشوفش الشغله هذه بيكون الويندوز عمل لك بارتيشن للسواب ومخفي خلاص انت كاند يوزر بتشوف السي والدي لكن في لينكس انت بتشوف التفاصيل هذه بيكون انت عمل لك فعلا بارتيشن اسمه سواب وبيكون الاكسس للديسك هذا بشكل سريع عشان اللود والستور عندك على الجزئيه هذه اكوميديت معنى ذلك انه عشان يستقبل النسخ من الميموري ايمجز لكل المستخدمين ممكن تترك ذاكره سريعه تعمل مش ذاكره سريعه هي جزئيه سريعه من الديسك تمام احنا بناخذ جزئيه من الهارد ديسك الجزئيه هذه الاكسس لها لازم يكون سريع نظام التشغيل اللي بيعمل هاي الشغله اللي بيحسن الوصول السريع لهذا الجزء من الديسك لارج انف
كبير بشكل كفاية انه يمكنك انه انت توسع الذاكرة وانه تقدر تستوعب كل الايمجز تبعت الميموري ايمجز الموجودة هناك. طبعا في جايد لاينز مشهورة عندك في لما انت تيجي تعمل السواب لو انت نزلت لو ليفل اكتر انه عندك في اللينكس لو كانت عندك ذاكرة 2 جيجا فيزيكال بتروح بتحط الفيرتشوال 4 جيجا لو كانت 4 بتحطها 8 لو كانت 8 بتحطها 16 يعني بتحطها الضعف زي هيك تمام. فبالتالي بيصير في عندك اكستنشن للذاكرة. طيب هاي الباكينج ستور تعريف ايش هو الباكينج ستور؟ جزء من الهارد ديسك حنخزن عليه السواب ميموري او الفيرتشوال ميموري. في عندي عمليتين رول اوت ورول ان. على حسب نظام التشغيل. نظام تشغيل ويندوز بروح بستخدمها حتى لو ما كانتش الذاكرة مليانة. بالضبط هو بشوف انه والله هذه نادر استخدامها على طول بروح بحطها في الفيرتشوال ميموري. اما اللينكس في الغالب بستخدم الفيرتشوال ميموري اذا تعبت عنده الفيزيكال. فبتلاقي انه نادر جدا انه اللينكس عندك بيستخدم الفيرتشوال ميموري اذا كانت عندك ذاكره كفايه. اما في الويندوز بتلاقي انت عندك حتى لو كانت الذاكره محدوده انه اغلب الوقت انت عندك الهارد ديسك يرعش قاعد بعمل رول ان ورول اوت. رول ان انه انت بتخزن ايمج على الباكينج ستور. رول اوت انه بتاخذ الايمج هذه من الباكينج ستور وبتروح بتحملها على الذاكره على الفيزيكال. طبعا هنا في الجوريثم سكيجولينج الجوريثم زي ما اخذنا في العمليات. انا عندي في الذاكره هنا سكيجولينج الجوريثم عشان يحدد والله هذه اقل استخداما هي اللي بدنا نستبدلها ولا هاي ومتى بدي اعمل هاي الشغله. بالاضافه لكذلك للاولويه تبعت العمليات تمام. بقول انه عندنا ايش مين العمليات اللي بدي يصير لها رول ان ورول اوت. بدنا الجوريثم يحدد هاي الشغله زي ما اخذنا في العمليات انه جدول للمعالج. بدنا نشوف هنا جدول في الذاكره مين اللي تروح على الفيرتشوال ميموري عرفا البروسيس الاقل استخداما. فبدنا الجوريثم يحدد هاي الشغله تمام. ومش كذلك هيك ممكن انه احنا نحدد كذلك على حسب البريوريتي. البروسيس اللي لها بريوريتي اقل ممكن نحطها في الباكينج ستور واللي لها اولويه اعلى بنخليها في الذاكره لانه الوصول لها او الحاجه لها اكثر. بده يكون في معلومك انه اغلب وقت السواب هو عباره عن ترانسفير تايم. معنى ذلك انه ليش بيطول؟ انه عماله بنقل من الميموري للديسك ومن الديسك للميموري. هو هذا بالضبط. انت عارف انه الاكسس بين الرام والديسك بطيء مش زي الرام والسي بي يو. فبالتالي انت عندك السواب ببطئ لك من اداء الجهاز. بالضبط بالضبط. فانت عندك الوصول للفيرتشوال ميموري اسرع بكثير من انه انت تستخدم ديسك عادي. ونفس العمليات ما دام انا في عندي سكيجولينج الجوريثم اكيد بطبيعه الحال راح يكون في عندي ريدي كيو تمام عشان اتعامل مع الريدي تو ران بروسيسز من الميموري ايمجز للديسك. هنشوف تفصيلا. طيب حقيقة في عندي قضايا بدنا نعالجها. أول حاجة إنه لو عملنا swap out لاحظ إنه هذه مرادفات roll out roll in swap out وswap in. لو عملنا swap out لعملية إيش يعني swap out؟ بالضبط. لما بدنا نرجع نعملها swap in swap back in
باك يعني تاني، انه سواب ان نعملها تاني، انه نرجعها من الديسك للرام، هل المفروض ترجع على نفس الفيزيكال ادرس؟ لا حسب البايندينج. باشمهندس اذا رجعها البايندينج الادرس مابينج، لو في عندي مابينج للادرس بتصير العمليه هاي سهله، لو ما فيش تسود الدنيا في وجهي وتصير العمليه صعبه. اذا رجعها من الرام للديسك حلقيت انا فيش عندي وسع في الرام، قررت انه هاي العمليه بدنا نعملها سواب اوت، يعني بدنا نطلعها من الرام ونحطها على الديسك. تمام؟ اكيد مكانها تم استخدام. ليش طلعتها اصلا انا؟ عشان فيش عندي وسع، فمكانها تم استخدام. هجيت رجعت احتجت لها تاني، بدنا نعملها سواب ان، ان من الديسك للميمون. هجيت لما بدي ارجعها لازم ارجعها لنفس المكان؟ لا، حسب البايندينج سكيم، حسب نظام البايندينج. فهنا بحكي لي depends on the binding method، على طريقة الربط. نعم، لو أنا بستخدم physical و logical بتصير العملية يا ما أسهلها، إذا بستخدمش هذا النظام بتصير قصة وحدوتة، لأنه بدي أفضي مكانها ولازم أستنى لغاية لما بتفضي وأرجعها على نفس المكان. بالإضافة لذلك مش بس هيك، بدي اشوف كذلك انه البندنج في الاي او، هل الاي او فاضي بس انه بس بيعمل لي سواب ان وسواب اوت، يعني فاضي بس للسواب ميموري، ولا عماله بنسخ شغلات ثانيه وبكتب شغلات ثانيه، فبرضه حيستنى. ففي عندي هنا بندنج للاي او بالضبط. هو نفسه مرادف، يعني عندك رول اوت يعني سواب اوت، رول ان يعني سواب ان. طيب رجعت انا عندي في اكثر من فيرجن للسوابينج، توجد في أنظمة مختلفة، يعني السوابينج في اليونكس غير اللينكس، في شوية تعديلات عليه، واللي في اللينكس غير الويندوز. يعني على سبيل المثال أنه في الغالب أنه أنت عندك السوابينج نورمالي ديسابلت، إذا وصلنا لحد معين في الذاكرة بروح بفعل السواب. واضح كيف؟ يعني بمعنى أنه أنا عندي الرام السواب باي ديفولت يعني انيشالي ديسيبلد، والله حجزت 60% من الذاكره صارت مشغوله، يعني 60% من الذاكره ساعتها بفعل السواب، يعني انه باخذ احتياطاتي، يعني مش ضايل عندي غير 40%، فبدي اشغل السواب، بديش استنى لغايه لما اصل ال 95 او لما يتم حجز الذاكره بشكل كامل وافعل السواب. بالضبط. بعديها بعمل ديسيبل اجين اذا احنا وصلنا، اذا احنا نزلنا عن المساحة المشغولة اللي في الذاكرة، يعني نزلنا مرة ثانية من 60% ل 40 أو 30، بروح بعمل مرة ثانية ديسيبل للسواب. تمام؟ يبقى هنا في ثري شورت معين. يبقى سواب أوت ميموري لباكينج ستور، سواب إن من باكينج ستور للميموري، بس عشان نفرق بين السواب ان والسواب اوت، وهي نفسها الرول ان والرول اوت. طيب احنا عرفنا الكونتكست سويتش، ذكرني باسمك. ماجد الكابتن ماجد. الكونتكست سويتش تايم ايش هو؟ ايش يعني نعمل في هاي الوقت؟ شو الستبس اللي بيسويها؟ مش من السلايد، هذا سؤال سابق. كيف
صلاح بطل الكابتن مؤمن اللي هو اللي سواه في السوابين لا مش في السوابين في الكونتكست سويتش في البروسيس بس واضح في اي يعني في النمر يعني بدل بالعمليات كيف؟ يعني انا كنت شغال في عملية بدي اعمل سويتش لعملية تانية ايش الستبس؟ للأسف في عندنا ثلاث أربعة باخذ الريجسترات بتاعت العملية التانية بعدين باخذ العملية بس تخلص بعدين سيف بي سي بي لود بي سي بي بعديها بدي اعمل سويتش لليوزر مود ثلاثة ستبس كانت موجودة في المحاضرة اللي فاتت كنقاط في السلايدز فهذا الكونتكست سويتش بين عملية لعملية هذا لو كانت في الذاكرة لكن بدنا نضيف لهذا التايم وقت إضافي لو كانت العملية هذه فيها سوابين معنى ذلك أن الكونتكست سويتش هيضاف له بالضبط هنضيف له وقت إضافي وقت السواب واضحة؟ واضح؟ لأنه الكونتكست سويتش بين عملية وعملية تانية إنه بده يعمل يحفظ حالة العملية اللي شغالة ويعمل لود للعملية اللي النكست. طب لو كانت النكست أصلاً موجودة في السواب فبدنا نضيف زائد السواب تايم. يبقى الكونتكست سويتش تايم زائد السواب تايم. إيش هو السواب تايم؟ إنه تنتقل من الديسك للرام. ومن الرام نعمل لود للبي سي بي تبعها فبالتالي في انت عملية ديالك انا شغلت معلش بالتالي هاوس تصطف الرام وخدت من الرام حطيتها في الهارد ديسك لا 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 العملية اللي انا بدي ابدلها حاليا بدي اختارها النكست مش موجودة في الميموري موجودة موجودة في الفيرشوال نعم يعني رجعت البروسيدور الرام ولا الرام للفيرشوال اللي برجعها لا نقلتها من الديسك للرام ومن بعديها من الرام للسي بي يو طيب هو في الاول ما كان عندي السي بي يو خلص ولا يعني مش بدي احفظ البي سي بي هذا بدي اخذها ولا ارجعها في الرام صح هذه في هذه الحاله انت بتفترض العكس انه البروسيس اللي بدها تطلع انه بدنا نطلعها وبدنا نرجعها على السواب ميموري فيرتشوال ميموري لكن انا بحكي لك العكس انه انت البروسيس الحاليه اللي شغاله بدها تطلع بيهمنيش وين بدها تروح بس البروسيس اللي بدنا نحملها موجوده في السواب فايش بيشمل الوقت تبعها انه سيف للبي سي بي السابقه ولود للبي سي بي هذه قبل لود للبي سي بي بدنا نعملها سواب ان هاي فبالتالي الكونتكست سويتش هنا بصير very high لو سألتك في الامتحان انه ليش انا عندي الكونتكست سويتش تايم في لما يكون في عندي سواب انه very high بدك تشرح ليش يبقى اذا كانت النكست بروسيس اللي بدنا نحطها في السي بي يو مش موجودة في الميموري فبنحتاج ان احنا نعملها سواب اوت تمام وبعديها نعمل سواب ان للتارجت بروسيس يعني لنفترض على سبيل المثال في عندي عمليه الحجم تبعها 100 ميجا بايت بدنا نعملها سوابينج للديسك والترانسفير ريت انا عندي 50 ميجا بايت لكل سكند طفي لي الجوال شو؟ محطوط صامت جوالي ما ايش الصوت اللي بيطلع؟ ليش في هذه الحالة انه 100 ميجا بايت بدنا ننقلها بترانسفير انه 50 ميجا لكل سكند في هذه الحالة بنحتاج كم سكند؟ 2 سكند هيها 2000 ملي سكند نقولها عون بالضبط على الاس بي يو بالضبط لا على الديسك وبقول سوابينج تو ديسك من الديسك
swap to hard disk يعني من الرام للهارد ديسك تمام. والترانسفير ريت سرعة النقل 50 ميجا بايت بير سكند، معنى ذلك انه بحتاج 2 سكندز 2000 ملي سكند. بالإضافة للسواب إن، هذا السواب أوت، بالإضافة للسواب إن لعملية بنفس الحجم قديش راح يكون؟ بدنا نضيف عليهم اثنين يعني 4 سكندز. طبعا كده مش فاهم بس بدل عملية حجم عملية ميجا. أنا في عندي عمليتين تمام؟ عملية شغالة حاليا، العملية شغالة حاليا بدنا نطلعها من السي بي يو وبدنا نعملها swap out نوديها على الفيزيك على الفيرتشوال ميموري. والعملية اللي بدنا نجيبها بدلها موجودة على الديسك، فبدنا نعملها swap in. فحسبنا انه عملية السواب بتاخد ثانيتين على اساس انه حجم العملية 100 ميجا بايت للأولى والثانية برضو نفس الحجم 100 ميجا بايت. فأنا عندي ثانيتين زائد ثانيتين صار 4 ثواني، هذا بس swap in و swap out. بدنا نضيف على هذا الزمن save PCB و load PCB. لو كان من الرام للسي بي يو يكون الترانسفير اعلى، معدل النقل اعلى بكثير يعني صح؟ لو كان من ايش؟ من الرام للسي بي يو على طول فيش swap. صحيح بالضبط. فممكن انه يا اما بتلغي هاي او هاي، فبالتالي انه بيكون الشيء 4 بيكون 2. معدل النقل نفسه يكون اعلى. نعم. حلقيت احنا ممكن انه نختزل هذا الزمن اذا عرفنا حجم الذاكرة اللي انا بحتاج ان انا اعملها swap من خلال system call اللي هو الميموري ريكويست والميموري ريليس. هذه بتفيدني في السكيجولينج حنشوفها. بس احنا ما حسبناش زمن الكونتكست سويتش. صحيح. زمان الكونتكست سويتش انه لود بي سي بي في الغالب انه بيكون بالمايكرو سكند لما زي ما شفنا المحاضرة اللي فاتت تمام، لكن لا يقارن بالوقت هذا. يعني قارن عندي 20 مايكرو سكند ب 4 سكند، كثير فرق. يعني 4 سكند كثير كثيره بالنسبه ل فعلنا السرعه في السي بي. نعم. طيب سلايد 18 مش مطلوبة. طيب هذا اللي احنا كنا نحكي انه في نظام التشغيل انه على ديسكتوب سيستم او على اللابتوب. اما في بخصوص الموبايل، هل في الموبايل في عندي سواب؟ ايش اللي بيستخدمه الموبايل يا مطورين؟ بيستخدموا فلاش ميموري الستورج تبعك تمام. الستورج ميموري ايش مواصفاته؟ حجمه صغير limited او small amount of space، وفي انت عندك limited number of write cycles، بتقدرش انه تخلي المستخدم انه يستغنى بشكل كبير عشان يكتب او يقرا من الديسك، فبدنا اوبتمايزيشن لهذا الشيء. هجد حدا بيأثر انه بيخليني انه يكون الثروبوت انا عندي بور بين الفلاش ميموري والسي بي يو على الموبايل بلاتفورم. يبقى ليش احنا ما عملناش سواب على الموبايل ديفايس؟ بسبب انه اول حاجة في عندي فلاش ميموري مستخدمة، ايش مواصفاتها؟ اصلا حجمها صغير تمام، وفي عندي هنا قيود على عدد الرايت سايكل.
لو استخدمتها حيكون الاداء الجاي يعني سيء للغايه كثروبوت بين الفلاش والسي بي يو، انه يقعد يعمل سواب ان وسواب اوت، مش حتقدر تلمس جهازك، اعمل له تاتش بيستجيب بس قاعد ببدل مشغول. طب عشان هيك مش سبورتد. طب ايش الحل؟ لما ما يكونش في عندي ميموري تخلص الذاكره، شغل التطبيقات وخلصت الذاكره، شو نعمل؟ في بيعمل التطبيقات الجديده وكيف؟ احنا في الديسكتوب حكينا انه عيب نقول للمستخدم انه خلصت الذاكره مش حقدر اشغل لك البرنامج، فعشان هيك عملنا الفيرتشوال ميموري في عندي امكانيه. جوال في عندي طريقه ثانيه. بحرف بعد ما بسيط. نعم. بالضبط. فبالتالي بعمل لي ترمينيشن للابلكيشن. قبل ما نعمل ترمينيشن للابلكيشن بنروح نطلب منه انه يعمل سيف للستيت او سيف للديتا. فعشان هيك انت لما تبدل بين العمليات على الاندرويد او على الموبايل ديفايس، تمام، انه بروسيس انت عملت لها كيل، رحت عملت لها زي هيك، تمام، بالجيستشرز، لما تيجي تعملها لود مره ثانيه بتاخذ شويه وقت لما تعمل لود للديتا للتشات كونفرزيشن او اي معلومات انه كانت موجوده اوريدي سابقا. لكن هو فعليا بروح بعملها انهاء، بس قبل ما يعمل انهاء بروح بعمل سيف للديتا اللي موجوده هناك. هو في انت عندك التطبيقات، يعني انت بتشغل تطبيقات كثيره، تمام، فكل تطبيق انت بتشغله بنحط في الباك جراوند وفي تطبيق في الفور جراوند، بس هذه عددها محدود. لو رجعت لتطبيق مثلا انت شغلته قبل اسبوع بياخذ وقت لما يعمله لود، لانه بيكون اوريدي عمل له ترمينيشن. انت اوكي بتشوفه انه من ضمن الهيستوري تبع التطبيقات اللي شغلتها، لكن هو فعليا ترمينيتد. شغله هو جديد. نعم. نعم. تمام؟ بدنا نحكي عن مبدا مهم في الذاكره اللي هو الكونتيجوس الوكيشن، الحجز المتجاور في الذاكره. طبعا الميموري لازم من خلالها ندعم العمليات الخاصه يا صلاح بنظام التشغيل بالاضافه لعمليات المستخدم. طبعا انا عندي ليميتد ريسورسز، الذاكره مهما كبرتها قديش 16 جيجا 32 جيجا برضه بتضلها قليله. ليميتد ريسورسز بالضبط. فبالتالي الكونتيجوس الوكيشن احد الطرق البدائيه اللي كانت موجوده في الالوكيشن انا عندي، تمام، فتقسم الذاكره لجزئين، ريزيدنت اوبريتنج سيستم، ذاكره مقيمه او برامج مقيمه اللي هي برامج نظام التشغيل بيكون محجوز في الذاكره، بالاضافه انه لا يوزر بروسيسز في الهاي ميموري، تمام، وكل بروسيس بتحتوي على سنجل كونتيجوس سيكشن من الميموري. كيف هذا الكلام نتخيله؟ وبقسم لقسمين ولا ثلاث؟ لقسمين اللي هم لليوزر بروسيس والاو اس بيكون ريزيدنت. والاو اس لحاله بس في برامج ثانيه برضه بتكون اللي هي اليوزر بروسيسز، قصدك عمليات تبع نظام التشغيل بنسميها بالضبط انه او يعني بتكون في الاو اس. هنا في اللو ميموري معنى ذلك انه هنا بنحطها، هاي هذه ادرس 0 وهنا ادرس مثلا 1024 20 4. هيك احنا بنقول لو ميموري وهنا هاي ميموري. هنا لما يقول لك انه الاو اس موجود في اللو ميموري معنى ذلك انه بدايه من ادرس 0 لغايه اقل من 1024، تمام. في الهاي ميموري بتكون انه العمليات موجوده في الجزئيه هذه هيك. الاو اس بيكون في اللو،
نعم من قادر الزيرو ويطلع فوق لغاية حد معين. نعم. طب في في شغلة كان خزر فيها عنوان نظام التشغيل. اسمها MBR. 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 كيف اسمها؟ طب هي هذه نفس ال 1024 اللي هي لون مريض؟ لا لا هنا 1024 أنا حطيت لك هنا كرقم كامل يعني عشان تقدر تتخيل إنه ممكن يكون هنا 512 أو 2048. بقصد إنه أنا عندي هنا اللو ليمت تبع الذاكرة أدرس زيرو، هنا أعلى ليمت في الذاكرة اللي هو الحجم الذاكرة كله. فهذه 1024 بايت ممكن يكون هنا أصلا الذاكرة أنا عندي 4 جيجا فبحط هنا 4 جي. تمام؟ فالنظام التشغيل دائما بيكون في اللو ميموري انه في المنطقه هاي، اما العمليات تبعت المستخدم بتكون في الهاي ميموري اللي هي بتكون في المنطقه هاي بهذا الشكل. هاي المقصود فيها كل عمليه بتاخذ كل عمليه بتاخذ كونتيجوس سيكشن، تاخذ انه مكان متصل في الذاكره. خليني اشرح لك هذه انه انا عندي هاي البدايه انه هنا ادرس زيرو، هذه هاي اللو ميموري هيك محطوطه بالشقلوب تمام، وهي الهاي ميموري هنا تمام. انه هنا انا عندي دائما الاو اس هيو موجود في اللو في كل المراحل. هنا عملت في عندي بروسيس 5 بروسيس 8 بروسيس 2 كونتيجوس ولا مش كونتيجوس؟ كل عمليه متصلين مع بعض، كل عملية انه ماخذة انه موجودة في مكان واحد. معنى ذلك انه لما تكون نون كونتيجوس انه انا في عندي في الالوكيشن انه مثلا ممكن اقول انه بي واحد حطيت جزء منها هنا وبي الجزء الثاني رحت حطيته هنا. بالضبط. بروح بقسم البروسيس لسيجمنتس وممكن تنحط في اماكن غير متصلة مع بعض. إذا في سيجما بيكون نوعها non contiguous. هذه contiguous. contiguous يعني متجاورة، يعني ما ينفعش تعمل allocation لبروسيس واحد إلا إذا في أماكن متجاورة خالية في الذاكرة. فأنا عندي بي 5 بي 8 بي 2 بعديها بي 8 خلصت صار المكان هذا فاضي. بعدها اجتني بي 9 حطيناها في هذا المكان. بعدها اجتني بي 10 حطيتها في هذا المكان. تمام؟ تبدا تعبي زي هيك. طيب افترض انه انا عندي زي هيك هاي الذاكره لسه في عندي شويه وسع هنا واجتني بي 11 ما بتكفيش وبي 11 الهول هذه ما بتكفيها. هذه مشاكل الكونتيجوس. ساعتها بدي اعمل شيفت لهذه فوق عشان تفضل مساحه وجع راس. نعمل بالضبط عشان هيك انه انا بدي ارجع لك على السلايد هاي، رحت لك على السلايد هاي عشان تتخيلوا معي شو معناها كونتيجوس. بنفعش في نظام الكونتيجوس بنفعش انه اقول بي 11 انه موجوده هنا وموجودة هنا، منفعش. نظام الميموري أنا عندي كونتيجوس فبدي أخليه كونتيجوس بضطر إنه نعمل شيفت لبي 2 فوق بفضل عندي مكان وبحط البي 11 بتصير كونتيجوس. لا إحنا بنحكي لك إنه الكونتيجوس هذه واحدة من الايرلي ميثود المستخدمة أنا عندي في الميموري مانجمنت. حاليا احنا بنستخدم في انظمه التشغيل انظمه يعني نظام السيجمنتس، بنروح بنقطع العمليه لاجزاء ومش مشكله لو كانت مش متجاوره. بالضبط بسهل عليا في ذكر في اداره الذاكره، بسهل عليا في اداره الذاكره. يبقى هنا فهمنا شو مفهوم الكونتيجوس، انه كيف شكله وكيف بصير وليش لازم يكون كونتيجوس. اللي هناك في الأخير شو ذكرني باسمك؟ ذكرني باسمك. أحمد برهوم. أحمد برهوم.
هذا اللي ما جاش دائما بتسبق غياب كل ما تاخذ حضور بكل مش موجود بكونش موجود ليش حظه ما في شغل مشاغل اشتغل في الموقع مطعم عنده رحمه الله ما تسكر طيب هنا فالكونتيجوس اللوكيشن كيف بيشتغل فين عندي اللوكيشن ريجستر نستخدمه عشان نعمل بروتكت للبروسيس كيف نحمي العملية نفس النظام اللي احنا ذكرناه سابقا لانه انا في عندي كل عملية هاي لها بداية تمام ولها نهاية والله بشوف الادرس هذا اذا اكبر من البداية واصغر من النهاية بعمل له خليه يعمل اكسس لبروسيس 5 غير هيك بمنع نفس اللي احنا يعني تكرار للسلايد السابقة اللي احنا حكيناها يبقى هنا السي بي يو اللوجيكال ادرس اذا كان اقل من الليمت ريجستر تمام بروح بضيف عليه الريلوكيشن ريجستر وبعمل له جراند للاكسس للفيزيكال للفيزيكال ادرس اذا كان نو بعمل تراب لادرس ايرور طبعا هذه الجزئيه احنا اخذناها في سلايد سابقه انه شغلتين انه اقل واكبر هاي هنا هذه افضل اللي هي انه طالما انه اقل من البيس زائد الليمت اذا كان يس بعمل له اكسس للفيزيكال ادرس يعني بتقدر تعتبرها انه في الرسمه هذيك انه هذه المفترض تكون موجوده كذلك تمام طيب هذا الكلام انه يعني شرح للرسمه هذه انه اوريدي حكينا انه اللي بيقوم بالكلام هذا اللي هو الام ام يو في شيء اضافه طيب Multiple Partition Allocation طبعا هنا العمليات بتختلف بالحجم فعشان هيك ايش بينتج لي Variable Partition Sizes Variable يعني متغير يعني Process حاجزة 30 كيلو Process تانية حاجزة 1 ميجا زي هيك زي ما انت شايف هنا Process 8 كانت حجمها كبير لما طلعت عملت لي هول بالم بارتيشن يعني الحجز بيكون احجام متغيره احجام الاماكن احجام العمليات فبالتالي لما تحجز وتفضى حيسيب لي هولز احجامها مختلفه ايش هو الهول اللي هو بعد ما بروسيس 8 طلعت خلصت صارت فاضية كملت لي هول طيب لما بروسيس جديدة تيجي بدنا نعمل نشوف انه هول لارج انف من الهولز اللي موجودة بيشوف هول لارج انف معنى ذلك انه اتساعها وبروح بحطها فيها اكوميديت accommodation يعني وضع استضافة شغلة زي هيك استقبال الأضيف بالضبط أنت لما تروح على أوتيل بتروح بحطوك في غرفة فاضية تمام نظام التشغيل بيعمل مينتين للانفورميشن للالوكيت بارتيشنز بشوف ايش البارتيشنز اللي محجوزه والفري بارتيشنز اللي احنا اتفقنا نسميها هولز
المساحة المحدودة والمساحة الثانية؟ نعم. حقيت لو اجتني عملية جديدة بدي اختار هول معينة، انهي هول اختار؟ ففي عندي ثلاث طرق. في عندي الفيرست فيت. طرق لايش الأزرق الخيار؟ انه انا عندي هاي زي هيك ارسم لك في الذاكرة. هاي الاو اس. في عندي هنا هذه هول اتش. هنا في عندي بروسيس. هذه هول 1 بروسيس 1. هنا هول 2 بروسيس 2. انهي هول اختار؟ فانا عندي ثلاث طرق. في عندي الفيرست فيت، بيست فيت، والورست فيت. في الفيرست فيت بروح بدور من اللو ميموري للهاي، انه اول هول بتلاقيني بتسعة، عشان هيك فيرست فيت تسعة بروح بحطها فيها. نعم يبقى اللوكيت فيرست هول بيج انف تسعة، بروح بدور على اللي بعده. اذا ما لقاهاش ساعتها بده يعمل دي فراجمنتيشن اللي هي بدنا نحكيه السلايد اللي بعدين. اما البيست فيت بتروح يعمل سكان لكل الميموري ويدور على اصغر هول تسع البروسيس هاي، مش انه اصغر واحده تسعهاش، اصغر واحده ملائمه للبروسيس اللي بدنا نحجزها. بالضبط بالضبط بيطول في التايم، بس من ناحيه اللوكيشن بتستغل ازاي بحسب بيعمل انه يوتيلايزيشن للبارتيشنز بشكل افضل. نعم هنا ايش الناتج؟ produce the smallest hole the smallest left over hole بس ساعات الفاضل المتبقية البواقي. يبقى هنا انت ممكن تلاقي بواقي يعني holes صغيرة تمام هيك هيك ضايعة. لو انت بتستخدم مثلا first fit ممكن تكون اكبر ورايحة برضو مش قادر تستخدمها، فهنا بصغرها قدر الامكان. اما worst fit فبروح بختار largest hole، بروح ببحث في الذاكرة كلها وبروح بدور على largest hole. طبعا هذا ايش منتج لي؟ produce largest leftover hole. طبعا لا الليفت اوفر هول اللي بيتركها بتكون عادة كبيرة، هذه اللي بتركها بتكون صغيرة، هذه بتكون انه بين البينين، فعشان هيك بكون في عندي ضايع كتير تمام. فكل الجورثم له حاجات بحكي لي هنا الفيرست والبست افضل من الورست من ناحية الستورج utilization. اما من ناحيه التايم الفيرست فيت هي الافضل. احنا بهم من ناحيه التايم السرعه يعني بس بالزرعة. انا بحكي لك هنا من ناحيه الستورج انا سبيد. لا صحيح انه من ناحيه الطرفين انه اسرع بس البيست هيعمل سكان بالضبط. نفس الساعة تقريبا نفس الوقت. لا. حلقيت تخيل معايا أنا بحكي لك الفيرست والبيست. تمام؟ حلقيت هنا البيست فيت إيش بدي أدور؟ بدي أدور على أصغر واحدة بتكون مناسبة بروح بحطها فيها مباشرة. لكن هنا بدي أدور على اللارجست. طب بدي اعمل سكان، وقت السكان حيكون اطول، وهنا الحفر اللي بتكون او الفراغات المتروكه كبيره، هنا الفراغات بتكون اقل. فبالتالي من ناحيه تايم وستورج مين افضل؟ انا عندي الفيرست والبست افضل من الورست. الفيرست اسرع. نعم بدنا نيجي لمفهوم الفراجمنتيشن. حاجات الكونتيجوس اللوكيشن زي ما انت شايف مشاكله كثيره، فبدنا
تلسع. بالضبط، بدنا انه احد مشاكله اللي هو الهولز هذه، فبدنا نحلها، بنحلها بنظام الفراجمنتيشن. في عندي نوعين من الفراجمنتيشن، انترنال واكسترنال. ايش الاكسترنال فراجمنتيشن؟ معناه انه التوتال ميموري سبيس اكزيست، موجود وبيلبي للطلب، ولكن not contiguous. هذا ايش؟ external. معنى ذلك انه في عندي holes مجموعها بيلبي لي طلب الحجز، يعني كحجم اللي انا طالبه، ولكن هذه الholes مش contiguous، مش متجاوزة. هذا external fragmentation. عندي مجموعة holes تلبي بس مش متجاوزة. نعم، متخيلينها كيف؟ اما الانترنال اكيد بصير انه انا مش هقدر احجز لانه الا اذا عملت فراجمنتيشن، دي فراجمنتيشن، عفوا دي فراجمنتيشن، دي فراجمنتيشن الغاء التجزئة، ازاحه، ازاحه. نعم، الغاء التجزئة انه مش للعمليات، هشيل العمليات بحط العمليه نفسها مع بعض. لا، العمليات نفسها انه انا بعمل شيفت لإلها زي هيك، انه هذه بروسس 2 بعملها شيفت لفوق، مش انه احنا بنحكيش. لا، خلي بالك بين الفراجمنتيشن والسيجمنتيشن. السيجمنتيشن العمليه نفسها متقطعها، لكن هنا احنا لسه في مفهوم الكونتيجوس. تمام، انا بحكي على الفراغات المتروكه غير متصله، تمام، فبدك تقلل الفراغات. الفراغات هذه بدنا نعمل دي فراجمنتيشن عشان نخليها متصله. ايش يعني؟ طلع علي على الرسمه، في عندي الفراغ هذا والفراغ هذا، لو زحت انا بي 2 هذه لفوق بصير عندي مساحه، في عندي فراغ اكبر بلبي للطلب. تمام، هذا انترنال فراجمنتيشن. معنى ذلك انه الهولز انه كمساحة موجودة، ولكن للأسف ليست متصلة، ليست متصلة. ايش يعني مش متصلة؟ في عندي هول هنا وهول هنا، مركزين معايا؟ لقيت الفراجمنتيشن بخليهم متصلة. معناها يا أستاذ احنا في هذه السلايد نشرح مفهوم الفراجمنتيشن، بدنا نفهمه أول وبعديها بدنا نشوف الحل اللي هو دي فراجمنتيشن. الفراجمنتيشن في منه نوعين، انترنال واكسترنال. الاكسترنال فراجمنتيشن ايش معناته؟ انه الهولز موجودة كمجموع مساحة بيلبي لك طلبك انه انت تحجز عملية جديدة لبي 11 في المثال تبعنا هذه، ولكن للأسف الهولز هذه ليست متجاورة وبالتالي لن أستطيع حجزها الا اذا عملت دي فراجمنتيشن. لسه ما حكيناش عنه. فمفهوم الاكسترنال صار مفهوم الان، انه انا عندي حفر متجاوره، محفر في الذاكره غير متجاوره. صحيح انه مجموعها بيلبي لي المساحه اللي انا بدي احجزها، ولكن لا استطيع حجزها لانها ليست متصله. خلينا نستخدم متجاور افضل، لانه continuous و contiguous مختلفات. continuous متجاورة، continuous متصلة. تمام؟ اما الانترنال انه الallocated memory بتكون slightly larger than the requested memory. بشكل دقيق كيف احجام الذاكره؟ ايش اصغر ذاكره مرت عليك؟ رام 512، بعدين 1024، 1 جيجا، بعدين 2 جيجا، بعديها 4 جيجا، 8 16. بتلاقي انه هي عبارة عن مضاعفات، صحيح؟ تمام؟ طبعا المضاعفات هذه لما بدي اجي انا اقسمها لمساحات في العنونة اسهل الي انه تكون عبارة عن مضاعفات. بمعنى هنا
بنقول المساحه المحجوزه اقل اكثر بقليل من المساحه المحجوزه. بالضبط. يعني تخيل انه انا عندي بروسيس ما هي عامل ترمينت للبروسيس بدها 100 بدها 1000 بايت. ألف بالضبط. حكيت أنا لو حجزت لها ألف بالضبط وبدي أبدأ أعنون بعد الألف حيخرب لي نظام العنون السهل اللي أنا حكيت لكم عليه قبل شوي. حيحجز لك 1024 فبالتالي عندك 4 بايتس رايحة هيك سلايت سايز إنه رايحة هيك إنه أنا عملتها عشان إنه يسهل علي عملية العنونة في الذاكرة. وضحت؟ هذا اسمها internal fragmentation عندنا في الكورس. هذا في كورس ثاني أنا مش عارف إيش. أنا إحنا بنحكي عن المساحة اللي بيحجزها كلها اللي بيكون المساحة المطلوبة المساحة اللي بيحجزها. مثلا لو واحد 300 بايت هيحجز 512. أنا خدناه في الهارد ديسك. هذا في ممكن تكون في الهارد ديسك إنه أنت مقسم عندك السيكتورز وشغلات زي هيك إنه موجودة برضو نفس الكلام. فبالتالي أنت عندك الحجم على الديسك بيكون أكبر من الحجم الفعلي للملف. يعني أنت عندك ملف 3 جيجا لو في الخصائص تبعته شوف قديش إنه ماخذ على الديسك بتلاقيه إنه ماخذ أكثر من 3 جيجا. هيتلاقيه مثلا ماخذ 3 جيجا و300 بايت بسبب هاي الشغلة. تمام؟ واضح الانترنال فراجمنتيشن؟ إيش في سيبك منه أو ملك زي هيك لا فوق في نفس التاريخ this size difference الميموري internal two partition وبالتالي مش مستخدم. يبقى هنا أنا عندي الأربعة بايتس هدول عفوا ال 24 بايت هدول عشان احنا نوصل لل 1024 هذه غير مستخدمة unused. مش احنا حكينا انه العملية بدها 1000 بالضبط. هو مش هيحجز لها 1000 عشان ما يخربش النظام العنوانة. ايش هيحجز لها 1024. فعندي 24 بايت رايحة هدر. فال24 هذه الرايحة هدر ايش بنسميها internal fragmentation. وضحت الفرق بين الانترنال والاكسترنال؟ واضح؟ لو جبت لك اياها في الامتحان. طيب والله ممكن نقطعها قبل الفيديو بروح ايش ليه يجي بس اسئله لنا يعني صح والله تخطى كان كثير كبر يسوي شنو. طيب كيف بدنا نقلص الاكسترنال من خلال الـ defragmentation أو الـ compaction ضغط. يبقى هنا اكتب عليها إنه compaction أو defragmentation دي إزالة أو إلغاء التجزئة. بتقلل الـ بالضبط. الـ internal هذا بقدرش أتخلص منه خلاص رايحة رايحة. أما الـ external تحديدا كيف بنحل مشكلته من خلال الـ compaction ليه بالضبط. ايش بسوي بالتحديد؟ بروح بحط لي كل المساحات المحجوزه جنب بعض والمساحات الفاضيه جنب بعض فبالتالي احنا عملنا الغاء للفراجمنتيشن. يعني كل مساحه فاضيه بحط جنب بعض وصفه بصير ساعه. بالضبط. يعني بمعنى اخر انه هنا انا عندي هذا كله متصل ما عدا هنا بي 2 عامله لي مشكله انه هي جايه انه بين مساحتين فقط فايش بعملها شيفت لفوق. تمام. فبالتالي بتفضل عندي بتصير هذه متصلة متجاورة contiguous. تمام. طبعا هذا الكلام ممكن إلا إذا فقط إلا إذا كنت مستخدم الريلوكيشن وكان الريلوكيشن هذا دايناميك. لو كان ستاتيك تخيل إنه أنا بدي أنقل بروسيس من أدرس الادرس تاني لو كان البايندينج انا عندي مش ريلوكيتابل ادرس ولا دايناميك حواجه مشكله. على غير الرابس
هذا شغله. الشغله الثانيه نقل العمليه، وهي اصلا بتعمل اي او، برضه بيسبب انا عندي تاخير، ما اقدرش انقل العمليه وهي بتعمل اي او. ازاحه ازاحه نفس الذات، مش هنقولها على مكان ثاني. ازاحه انا مقصد هنا انه نقل لمكان اخر في الذاكره في نفس المكان، بس انه نفس المكان للذاكره، يعني انه بس في ادرس مختلف. اوكي ناخذ الدرج لا لا حلغيكم حلغي منه يعني تقلقش. خلينا نتوقع.